واقفة. الشرح للأربعة. لا تردين عليه. يما هذا أبوي. لا تردين عليه. ليش يما؟ هو ليش؟ قلت لك شو تردين عليه؟ أمينة هسه ما شر، شنو فيه؟ هو وش فيكم ما شر؟ قلت لها لا ترد عليه وخلاص. يما إذا ما رديت عليه راح يعصب علي. ليش وهو بكلمك من أول؟ لا بس إذا ما رديت عليه أكيد راح يعصب. خلاص لا تردين عليه وأكلي كيكتك. لو سمحت عطنا الحساب. يلا يلا خلنا نمشي، أكلوا كيكتكم يلا. حساب حساب. أقول حط غداي بالصالة. مو مسوي وايد، مسوي شوي على قدي. الله يخلي المطاعم ولا مجاب الويهج. عاد أنا عيد أنت جاي من الدوام يوعان بخاطرك تاكل لك لقمة، عناد ما سويت لك، عاد طباخ اليوم تفننت فيه، أعتقد شميت الريحة. قثة مثل ما قثني. نفس عنوان نفس عنوان. ايه بس واحد برياني دجاج شويه فلفل شويه شو فلفل، ما يحط واجد، حط دوس بنزين انت مشكل بعدين. ايه نفس عنوان نفس كل شيء. خلي هذا ربع خيار بعد موجود، خلي واحد سلطه بيبسي بس. تيكا باي تيكا باي. ماشي لا يتاخر جلدي. ها يلا باي باي. سويت لي شاي ينن ريحته زعفران خنينة خنينة، بس سويت لي كوب واحد بس حقي أنا مو حقك. عاد سامحينا مع عبد الله قعدناك على الأرض، والله لو أدري إنك جاية كان يبكي طاولة. لا ويش دعوة حبيبتي، وش فيها قعدة الأرض؟ إيش حلوها؟ حبيبتي حطي حق خالتك خل تاكل. إن شاء الله. حبيبتي بس والله ما أقدر. بالعافية بالعافية حبيبتي بالعافية. وايد يا أمي. حبيبتي أقول طيبة. حبيبتي ترى إحنا هاليومين بنين خطب رسمي. صح صح حلو صدق. إذا تبينها من الحين خذيها معاك. هي عادي هي حسبة بنسج. لا ويش دعوة، هذه بتصير مرت ولدي، يعني لازم أقوم فيها وأشوف إيش تامر عليه. وي هذا يوم المنى، يوم نصير أهل وحبايب، يوم المنى يا يما يوم المنى. حبيبتي حصة أي شيء تامرين عليه بقول لك تم، وبيك تعرفينك بتصيرين مثل عبود وأكثر. إن شاء الله خالتي إن شاء الله، واللي الله كاتبه بيصير. وعاد يا زين عبود وديت عبود، يا ريت كل الرعايل مثل عبود والله. أعطيني خضرة. ما تبين خضرة؟ لا حبيبتي. ليمون؟ لا لا بس جي كافي. إيه هات هات هات. يودم حطي حق خالتك خل تاكل. يا طيبه ما اقدر والله العظيم خلاص. لا ما يصير والله لازم تاكلين. عفا عليك. اكلي اكلي تغذي اكلي. الحمد لله رب العالمين اللي الكويت كلها مطاعم، الواحد بأي وقت يدوس بنزين ويطلب حق نفسه. والله دام كذي الموضوع يفتح لك ميزانية ثانية حبيبي، أنت يا دوب معاشك يكفي آخر الشهر، وبعدين تقوم تتسلف لي من اللوادم. لأنك جاهل، عمرك ما تفهمين شيء، لأن أنا من أول يوم خليتك فيه حسبان أنت نفس الحريم، بالآخر طلعتي لي تنين، بس ناقصة تحرقينه، وعطيتك فرصة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما تعدلتي، أنا ما أدري وين بتوصلي له. اللي ما تستحي على وجهك، مو عاجبك حبيبي طلقني طلقني، اذا مو عاجبك طلقني. شو اللي جابرك عليه ها؟ شو اللي جابرك عليه ها؟ ايش تبي؟ طلقت ما راح اطلقك، ان طلقتك وين بتروحين؟ ولا بيت راح استقبلك. انا بقعدك هني بس عشان شيء واحد، بكسب فيه تجر، ولا انت الحمد لله والشكر.
والله انا اللي ببتشف. تعال انا لما اكلمك ما تعقلني وتمشي. ما تعقلني اقسم بالله يا بدر انا اعلمك والله ما راح تشوف ليله واحده سنعة. يلا وماني منفة. بدر فوز قولي هذه صدفة مرة ثانية. لا مو صدفة. أقدر أقعد؟ تفضلي. تشربين شيء؟ إسبريسو. وان إسبريسو. للأمانة يعني مو صدفة. أنا كنت رايحة حق زوجتك وشفتك نازل كان ألحقك. بس إيه حرام قالت لي كل شيء صار بينكم. قالت لي شنو قالت لك وأنت شنو سويت. يعني الواحد لما يتهاوش يقول كلام ما يقصده. وهي شوي بهرت بس أكيد معصبر فيش توا نعرفها مسكينة. ما أدري شو أقول لك يا فوز. ما أدري شو أقول لك. تعبت من هالإنسانة. تعبت ما نعرف يسوي. ناشر غسيلنا عند اللي يسوى ما يسوى. فضايحنا عند كل الناس. كل سوالفنا برا البيت. ما أدري شو أسوي له. ليش أنا تعدني غريبة؟ لا العفو أنا ما أقصد كذي. بس أنت عارفة إن إحنا اثنين متزوجين يعني المفروض لنا خصوصياتنا والسوالف اللي تصير عندنا في البيت ما تطلع برا. هذه كل الناس تدري عن سوالفنا اللي قاعد تصير في البيت. تقدر تعدني قريبة؟ الشرح للأربعة. فكر بالكلام اللي قلت لك عليه. وين قهوتي؟ شلونك؟ زين. هاك بس هذي؟ هذا اللي قدرت تشيله معاي. باكر بنفس المكان وهالحزة تجيبي المبلغ الثاني إن شاء الله. يلا تسيلا يلا.